السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا. ينمو نبات الخروع في مناطق الأمطار الصيفية المدارية بدرجة حرارة تتراوح بين 20 إلى 25 درجة مئوية، كما يستخرج من بذوره ما يعرف بزيت الخروع، ويعزى محتوى الزيت العالي فيها إلى ظروف المناخ الدافئة. ومن الجدير بالذكر أن الدول الهند والصين والبرازيل تنتج نسبة تصل إلى 93% من إجمالي إنتاج زيت الخروع في العالم، حيث إن عملية الاستخراج تبدأ بإزالة لب البذور إما ميكانيكيا أو يدويا، ثم تتم عملية استخلاص الزيت عادة إما عن طريق الضغط الميكانيكي أو الاستخلاص بالمذيبات أو بالطريقتين معا. كما أن زيت الخروع له عدة استخدامات، فهو يستعمل في تصنيع الصابون والشموع وزيوت التشحيم، كما أنه يدخل في صناعة الأسمدة والطلاء، وذلك بالإضافة إلى استخداماته الدوائية والطبية. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق عن كيف تعرف زيت الخروع الأصلي. ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يمتاز زيت الخروع الأصلي بلونه الأصفر الباهت ولجودته العالية، كما أنه غير متطاير. وكيميائيا يحتوي زيت الخروع على نسبة عالية من الماء. ومن الجدير بالذكر أن فعالية زيت الخروع ناتجة عن تركيبه الكيميائي، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية التي يشكل حمض الريسينوليك نسبة 90% منها. كما أن هذا الحمض مسؤول عن خصائص العلاج لزيت الخروع، حيث أظهرت عدة أبحاث أن حمض الريسينوليك فعال في الحد من نمو أنواع عديدة من الفيروسات والبكتيريا والخمائر والعفن، كما تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام زيت الخروع موضعيا لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأوباء الحلقية والتقرن والتهاب الجلد، من خلال تغطية المنطقة المصابة بقطعة قماش قطنية مشبعة بزيت الخروع مدة ليلة واحدة أو لبضع ليالي على التوالي حتى تشفى المنطقة المصابة. ومن فوائده يستخدم بشكل شائع في تصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية، كما أنه يستعمل كعلاج طبيعي لعدة حالات. وفيما يأتي توضيح لبعض من فوائده، حيث أنه يساعد على علاج الإمساك، ويعد زيت الخروع ملينا طبيعيا يساهم في زيادة حركة العضلات التي تؤدي لدفع الفضلات عبر الأمعاء، مما يساعد على تطهير الأمعاء، حيث إنه عند استهلاك زيت الخروع عن طريق الفم يتحلل لينتج حمض الريسينوليك في الأمعاء الدقيقة والتي يمتص فيها ليبدأ تأثيره كملين. ويساعد على شفاء الجروح، حيث يساهم التطبيق زيت الخروع على الجروح في خلق بيئة رطبة تعزز الشفاء وتقي من جفاف القرحة الجلدية، فهو يحفز نمو الأنسجة مع إمكانية تشكيل حاجز بين الجرح والبيئة الخارجية، وهذا بدوره يخفض من خطر العدوى. بالإضافة إلى ذلك يساهم زيت الخروع في الحد من تراكم خلايا الجلد الميتة التي قد تؤخر التئام الجروح، ويساعد على مكافحة الالتهابات، حيث أظهرت الدراسات أن استخدام زيت الخروع موضعيا يساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف من الآلام، وذلك لامتلاك حمض الريسينوليك الموجود فيه خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه قد يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض التهابي مثل التهاب المفصل الروماتويدي أو الصدفية. ومع ذلك إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات البشرية لتحديد آثار زيت الخروع على الحالات الالتهابية. ويساهم في المحافظة على صحة الشعر، حيث يساعد التطبيق لزيت الخروع على الشعر بشكل منتظم على ترطيبه وزيادة مرونته والتقليل من فرصة تكسره. ونظرا لأن للزيت الخروع قادر على الحد من الالتهابات، فقد يكون علاجا فعالا للقشرة التي تنتج التهاب الجلد الدهني، ويساعد على علاج حب الشباب، حيث يساهم خصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات في تقليل من ظهور حب الشباب، كما يمكن أن يحول حمض الريسينوليك دون نمو البكتيريا التي تسبب حب الشباب. يساهم في تحسين ملمس البشرة، حيث إن زيت الخروع يعتبر غنيا بالأحماض الدهنية التي يمكن أن تعزز نعومة بشرة الوجه عند تطبيقه عليها. يساهم في توحيد لون البشرة، حيث يمكن للأحماض الدهنية التي توجد في زيت الخروع أن تعزز نمو الأنسجة الصحية في البشرة، مما يساعد على توحيد لونها ويساعد على ترطيب البشرة، إذ إن زيت الخروع يحتوي على دهون ثلاثية التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على رطوبة الجلد، مما يجعله علاجا مفيدا للبشرة الجافة، ويساعد على التنظيف البشرة، إذ تبين أن الدهون الثلاثية الموجودة في زيت الخروع تساعد على إزالة الأوساخ العالقة في البشرة. وكذلك يساعد على علاج حب
الشباب، حيث تساهم خصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات في تقليل من ظهور حمض الشباب، كما يمكن أن يحول حمض ريتينوليك دون نمو البكتيريا التي تسبب حمض الشباب، يساهم في تحسين ملمس البشرة، حيث إن زيت الخلوة يعتبر غنيا بالأحماض الدهنية التي يمكن أن تعزز نعومة بشرة الوجه عند تطبيقه عليها، ويساهم في توحيد لون البشرة، حيث يمكن للأحماض الدهنية التي توجد في زيت الخلوة أن تعزز نمو الأنسجة الصحية في البشرة، مما يساعد على توحيد لونها ويساعد على ترطيب البشرة، إذ إن زيت الخلوة يحتوي على الدهون الثلاثية التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على رطوبة الجلد، مما يجعله علاجا مفيدا للبشرة الجافة، ويساعد على تنظيف البشرة، إذ تبين أن الدهون الثلاثية الموجودة في زيت الخلوة تساعد على إزالة أوساخ العالقة في البشرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الجميع. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.